انا ليا طريقه جديده في فن الاعلان. انا مش اي عرض بقبله، مش اي سلعه بقبل ان انا اعملها دعايه. طبعا اخواننا هنا مندوب الدعايه والاعلانات مش ممكن يفهموا الكلام ده. هما طبعا متخيلين ان المساله مساله فلوس وبس. بالظبط، للاسف الشديد. انت محتاج حد ينفذ بالظبط. انا فاهمه اللي في دماغك. لا، مش كفايه انك تبقي فاهمه، لازم كمان تبقي مقتنعه. فرق كبير قوي بين الفهم والاقتناع. صعب قوي ان الانسان ينفذ من غير ما يكون مقتنع. و هلا لو سمحت ممكن كوبايه ميه ساعه ان شاء الله؟ الميه هناك اهي. يظهر انه هيبقى مطلوب مني حاجات كتير قوي. حقيقة مطلوب منك انك تنجحي في امتحانات صعبه قوي. بالمناسبه انا يهمني قوي قراياتك، فن الدعايه، كل اللي اتكتب عن فن الدعايه، سيكولوجيه التلقي عند الجمهور، كتب اجنبيه مترجمه زي ارت اوف ماركتنج، سيانس دو بروباغندا، شينسا ديلا فينديتا. يعني الحاجات دي كلها لازم تكون عندك. انا كل الكتب دي بتجيلي اول باول من بره، ممكن ابقى اديها لحضرتك تبقى تقراها، بس المهم ترجعها. ما بحبش كتبي تبقى بره المكتبه. لا، وفري كتبك لنفسك. انا عندي مجموعه انسيكلوبيديات وموسوعات عن الاعلان وفن الدعايه بما فيه الكفايه، وممكن اخليكي تطلعي عليها، ده اذا كان هيبقى عندك وقت. خلاص اوت. عادي، اوعى تفتكر انك هتفضل تغلبني كده على طول. طب ما يلا توريني الشطار. قولي لي، هتقدر تسهري معايا النهارده؟ حاتم، انا قلت لك قبل كده ان مساله السهر دي ماما لا يمكن هتوافق عليها. طيب لما تكبري يا حبيبتي وماما توافق ابقي قولي لي. مالك؟ السجن اللي احنا فيه. سجن ايه؟ هفضل طول عمري عيله في نظر. حاتم، هي بنت عقلي بقى. ده مفيش بنت في النادي معرفتش حاتم علوي ده. لكن بيحبني انا. بس ده بقى معروف انه ما بيتجوزش ابدا. هيتجوزني انا. لو ماما عرفت مش هيحصل. طيب يعني ايه؟ انت هتقولي لها؟ لو ما سمعتيش كلامي هقول لها. هتقولي لها ايه؟ اظن بالشكل ده اكون شرحت لي كل حاجه. وانا بتهيألي كده فهمت كل حاجه. انا اهم حاجه احبك تفهميها ازاي تكيفي علاقتك مع زمايلك. من ناحية دي طبعا انا هخليهم يحبوني وانا كمان هحبهم. لا، اولا الحب وحده مش كفايه، ثانيا انا عايز انضباط عملي مش عواطف، ثالثا انا ما بحبش القلق وعمري ما بحب اقلق، رابعا انت بقالك 3 ساعات بتتكلم، لسه في حاجة تانية عايز تقولها؟ بقالي 3 ساعات بتكلم؟ وانت بتتكلم قلت انا 33 مرة. قلت انا عايز 21 مرة. واضح ان اللي انا معذباك شوية. امشي انا بقى دلوقتي. لا 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 لا، استني استني استني، اقعدي. انت قلت ايه دلوقتي؟ قلت ان انا عندك. ما انا سمعت سمعت، بس بحاول استوعب شوي. الانا اللي بتكلمي عنها دي اكيد ما جاتش من فراغ.
وانت كمان لولا الانا اللي عندك ما كانش هيبقى عندك الاحساس بانك انسانه ناجحه، والاهم يبقى عندك الجراه انك تحلل الانا بتاعتي. على عمتك كويس كويس. الجماعة اللي بره دول محتاجين لواحدة زيك عندها الأنا بتاعتك بالشكل ده عشان تعرف تتفاهم معاها. أنا اللي بره دول مش قلقني، أنا اللي يهمني أنت. أنا تعودت دايما على الوضوح والصراحة، أنا هنا مجرد همسة وصل بينك وبينهم. إنما إذا كنا هندخل في الكلمات وصراع الكلمات فاحنا هنألف كتاب مش هندير شركة. ممكن توفري فلسفتك دي لزمايلك. النغمة معايا من هنا ورايح لازم تبقى مختلفة جدا، مفهوم؟ بعدين على فكرة أنا لا يمكن هسمح إطلاقا بأي صراع، لا معاكي ولا مع أي إنسان تاني. بالعكس أنا محتاج منك لمنتهى التفاهم. فهمت. مش كفاية بقى كده النهاردة؟ واضح إني تعبتك معايا جدا. أظن كفاية كده النهاردة. حاجات عن إذنكم أستاذ وائل، أنت مروح؟ لا، عندي مقابلات شغل بره. يا خسارة، كنت عاوز أقعد معاك شوية. بكرة بكرة إن شاء الله. مبروك يا أنسة هاني. من فضلك قولي لي هلا بس، أنا أكتر حاجة تضايقني في الدنيا الرسميات. عسل عسل يا هالة. خديجة خديجة أنت حامل؟ يا حبيبتي غلطة. ده حتى الأستاذ مراد مش طايق يبص في وشي مع إنها غلطة. طب ليه بس؟ بيقولوا ان مفيش شركة اعلانات شيك تقعد فيها واحدة ست حامل. طب بيني وبينك بقى عنده حق. بصي انت يا هال، حامل وبعد كده ولادها، هتشتغلي ازاي بس؟ اكل العيش. هو استاذ وائل كان متضايق ليه؟ لا ابدا، خد دش على الصبح من استاذ مراد. دش؟ اصلتي جديدة لسه ما تعرفهوش. هو كده خارج مكشر داخل مكشر، على طول شايل عبد القادر. ووائل كمان حساس قوي. طب ايه المشكلة؟ شوف يا ستي. طب ايه المشكلة؟ شوف يا ستي. انا بقى اقول لك ايه المشكلة. كل ده طبيعي. طبيعي ازاي بس يا دكتور؟ بقول لك بحس بالخوف من كل حاجة. زي ما يكون الدنيا بتهز من حواليا. زي ما اكون منتظرة زلزال. انا ما بنامش. هو ده السبب؟ قلة النوم نتيجة للتفكير المستمر في اللي حصل، الحادثة وجمال الله يرحمه وكل ده. اوقات بفكر اسافر اشتغل بره، اهاجر، محدش هنا بقى عايزني. انا فاهمك، وده اسوأ احساس في الدنيا، بس ربنا ادانا الإرادة علشان نقاوم، علشان نقدر نتأقلم مع ظروفنا الجديدة. أنا مراندا، أنا عايزك تعرفي إن مش أنت لوحدك اللي حاسة بالإحساس ده، أنت حالة من آلاف الحالات. طول عمري بخاف من الخوف. لما كانت الدنيا بتبقى ضلمة كنت بخاف أبات لوحدي، كنت بروح أستخبى في حضن أمي. الإحساس ده استمر كتير لغاية دلوقتي. لما كان جمال بيسهر بره كنت بفضل سهرانة، كنت بحس بضربات قلب فظيعة مع كل صوت بسمعه. ده إحساس بعدم الأمان، بعدم الاحتواء. مدام رندا، انت محتاجة تبص شوية للي حواليك. انا مش عايزك تفكري ازاي تاخدي،
يا ريت تقدري تفكري زي جدي. ادي ايه يا دكتور؟ ودي لمين ودي ازاي؟ انا عمري ما اخدت حاجه. مدام رندا اتفضلي. صدقيني يا مدام، قوه اي انسان في انه ازاي يدي لازم تشغلي وقتك وتفكري شويه بعيد عن رندا. ومين بيعمل كده؟ انا شخصيا حياتي كلها هي بنتي اللي عايشه في مأساه، وبقيت حياتي ازاي اقدر اعوضها؟ ازاي ما خليهاش تفكر ثانيه واحده في اللي حصل لها؟ طب وانت؟ نسيت احاسيس كتير قوي قدام سعادتها، نسيت قلب من حقه يتمتع بدقه زياده، نسيت اجمل اوقات حياتي عشان وهي حاسه بكل ده. عمري ما فكرت في كده. عمر اللي بيدي بيستنى هياخد ايه؟ قلبي نريمان، ست يان نريمان، اصحى حبيبتي اصحى. بابا كل ده في العيادة يا بابا؟ بتقول لهم ايه المرضى بتوعك دول؟ يوه كلام كتير قوي. قلب الدماغ. انت قولي لي، هتفضلي كل يوم كده تنامي قدام التلفزيون عشان تستني بابا؟ طبعا، مين هيعشي غيري؟ يا ستي هتعشى اي حاجه بسرعه كده؟ لا ما ينفعش يا دكتور، امال انا شغلتي ايه؟ ده انا متفرغالك. هو طبعا ما حدش يطول ان في بنت زي القمر تتفرغ له، انما يا ستي انا مستعد ارتب واوضب واغدي واعشي بس اشوف احلى ابتسامه في الدنيا. طيب انا هقوم احضر لك العشاء وبعدين اجي لك تحكي لي على الحالات اللي جات لك النهارده. انا هتعشى فجأة. قول بقى. النهارده يا ستي كان عندي حالة نقص حب. نقص حب؟ لا ده يبقى دلع. لا ابدا، نقص حب يعني نقص وجود، نقص اهتمام، نقص قلق. نقص قلق؟ ايوه، القلق عنصر من عناصر الحياه، و اول درجات الحب زي قلقي عليكي كده وانت قاعده من غير شغل. بابا احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني. انتي وعدتيني انك هتفكري ولغايه دلوقتي ما ردتيش. عشان لسه بفكر. بابا علشان خاطري بطل تقلق عليا. يعني انت مش ندمان انك لغايه دلوقتي لسه ما اتجوزتش؟ ندمان وتعيس ده دلوقتي. شوف يا مراد، انا اصلي بقسم حياتي تبع لحظاتها. لحظة أحس إن أنا محتاج للوحدة. ده لما تكون بتألف رواية جديدة مش كده؟ بالظبط، وأقول الحمد لله إن أنا مش متجوز دلوقتي، وإلا كنتش هتمتع بالوحدة اللي أنا فيها دي. وساعات أحس ببرد. عارف يعني إيه برد؟ تلج عاطفي. إحساس بشع. قلت إيه دلوقتي؟ تلج عاطفي. إحساس غريب. هو ده اللي انا حاسس بيه بالظبط دلوقتي. برافو، اهو ده تقدم، يعني ابتديت تخرج من حاله التجمد. قول لي يا منعم،
لسه في ناس بتحب زي زمان؟ يعني لسه في مشاعر واحاسيس بالحب موجوده؟ طبعا ناس بتحب وبتغني للحب كمان. امتى؟ ملوش وقت. في وسط زحمه الشغل والتوترات والغضب والانفعالات وبتحب امتى؟ ازاي وليه؟ مين وازاي وليه؟ ده قدر. شوف مين دي بتحصل عندما تتنهد في وقت واحد مع الفجر. ازاي؟ لان الحب بيمشي في الشرايين مع الدم. ليه؟ كده لانك ما تقدرش تعيش من غير دم في عروقك. اهو ده الحب. تعرف يا منعم، احنا بنعيش لحظه خطيره ماديا مسيطره على مخ العالم كله. كمان شويه احنا هنفكر بالكمبيوتر. لون الشجر اتغير، حتى لون السماء ما عادش زي زمان. لو لوسي راحت هناك هتبقى برضه، واكيد اكيد هتشيلها طول الثلاث. ما قلتليش هتغني ما هي كام؟ ما اعرفش، دي اخر حاجه افكر اسال فيها. انت بالمستشفى؟ يعني ايه يا حقيقي ما تعرفيش؟ ولا يعني حاجه. لا طبعا، ما انا بعد ما كنت رئيس الحكيمات. طب انا هسال خير. انا بقيت ممرضه عاديه. لا عشان قوي يا مرشد، دي حقيقي حاجه تضايقنا. يا بنتي في حد في الدنيا ما يعرفش هو هيشتغل بكام؟ اولا انا لسه ما مضيتش عقد، ثانيا انا ما عملتش اي حاجه عشان افكر في الفلوس. انا مش فاهمه انت طالعه بالشكل ده لمين؟ اهلا يا احنا ناقصين حد. فين غاده؟ غاده غضبانه في اوضتها، قالت كانت معزومه على العشاء عند واحده صاحبتها وانا رفضت. لو تبطلي الغليان المستمر ده. كنت اقدر، يا ريت اقدر احدد الغليان ده جاي من ايه. انا عارف جاي من ايه. طب قولي. جاي من فراغ كبير قوي موجود في تفاصيل حياتك، وهيفضل معذبني كده كتير لغايه ما تعرفي انت عايزه ايه بالظبط، لغايه ما توقفي الاحساس بالحزن اللي موجود في عينيه كده. الحزن مش عليه هو، الحزن عليا انا. تصور. اعتراف خطير. دكتور هاشم، انا راحت مني حاجات كتير، احاسيس، ضياع جمال مني. اكيد كان حاسس ان مفيش حب. وانا صغيرة كنت بحب الحب. وهو ما فهمش ده؟ هو ما كانش فاهم اي حاجة. ما قدرش يفهم ولا ما عندوش يد ده. مدام رندا، لازم تعرفي ان الحب بيتولد معانا، يعني بيبقى موجود في الدم، موجود في التكوين. يعني انت ما تقدريش تفهمي حد ازاي يحب. وانت من النوع اللي لازم يتعاطى الحب على جرعات، كل جرعه اقوى من اللي كلامك حلو بشكل. دكتور هاشم، انت بتقول الكلام ده لكل المرضى بتوعك؟ لا طبعا، انا ما بوضبش كلامي، بس حقيقي انا لو بشوف انسان يتعذب قدامي بتعب، ما بقدرش اقف عاجز. حرام، انت اكيد بتتعب قوي. مدام رندا، انا ابتسامة انسان معذب قدامي مستعد ادفع فيها سنين من عمري. يا خبر،
للدرجة دي؟ أيوة للدرجة دي. أنت فاهمة بطريقتك دي هتخليني أنفذ لك كل طلباتك؟ يا ماما أنا ما قلتش كده. أمال الغضب ده ليه؟ يا ماما حضرتك حاولي تفهميني، أنا ما بقتش صغيرة. يعني إيه ما بقتيش صغيرة؟ أنت هتفضلي صغيرة طول عمرك في نظري. أنتوا مش عايزين تفهموني ليه؟ أنتوا ما تتصوروش أنا بيبقى شكلي إيه لما واحدة منكم بتخرج بره البيت. كأن حد خطف قلبي مني. ما بطمنش ولا بهدأ إلا لما أطمن عليكم بسراييركم. معقول الكلام ده؟ امال اصحابي دول اللي بيخرجوا من الصبح ما يرجعوش غير بالليل، محدش بيقول لهم كده ليه؟ مش عارفه، يمكن عندهم اب موجود بيتحمل المسؤوليه، لكن انا لوحدي بطولي محدش حاسس بيه كلها. حتى معتز حياته بقت المكتب والشغل. طب بس اهدي يا ماما، مفيش حاجه ممكن تقلقك، خاصه انك عارفه بناتك كويس. وعارفه كمان الوحوش اللي بره. صدقيني يا غادة، ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ بابا فضلك انا مش رايحه، الدكتور اللي مستنينا. الغي المعاد. مش ممكن، ده استاذ كبير يا بنتي وجاي من لندن لمده محدوده علشان الحالات اللي زي حالتك. ارجوك عشان خاطري. بابا ارجوك بلاش تعذبني. انت عارف ان مفيش اي امل. اعذبك انا؟ انا ممكن اعذبك؟ أنا كرهت الدكاترة، كرهت أوضة الكشف، كرهت نظرة الحيرة اللي في عينيهم. أنا تعبت أبقى مجال تجارب وأبحاث. أوعي تقولي كده، مش أنا الأب اللي ممكن يحط بنته مجال تجارب وأبحاث. شنو الأب اللي ممكن يخدع نفسه؟ ساعات الأمل بيبقى خداع. أنا مش عايزة يبقى عندي أمل. أنا بحس إن كل يوم بيمر عليا كلمة الأمل دي لازم تختفي من القاموس. نريمان بابا ما تحملش نفسك فوق طاقتك، أنت مش مسؤول عن اللي حصل لي. قدر. يا بنتي الراجل ده عمل ابحاث جديده. بابا انا ابتديت احس اني برضيك على حساب نفسي. الدرجه دي انا اب قاسي؟ ده رايك فيا؟ لا يا بابا انا ما قصدتش. انت عارف. عارف يا رب، عارف، عشان خاطري المرة دي بس. يعني مصمم. Thank you.
بعد جلسة التعذيب دي تكون صدقتني. كفاية يا بابا، كفاية كفاية بقى، مش عايزة مستشفيات تاني، مش عايزة دكاترة تاني، مش عايزة عذاب تاني. يا بنت بيت يا حبيبي، مش عايزة اهدى، مش عايزة اهدى. خدني من هنا، خدني من هنا يا بابا، خدني دلوقتي حالا، ارجوك ارجوك يا بابا، وعدني وعدني دي تبقى اخر مرة، وعدني يا بابا، وعدني يا دكتور، وعدني يا دكتور هاشم. كوباية لبن انما ايه؟ بابا اللي عملها بنفسه. ايه ده يا بابا؟ انت ما رحتش العيادة ولا ايه؟ عيادة ايه؟ انا زولت النهاردة بمنتهى الاصرار. ايوه يا بابا، بس بس ايه؟ وانا عندي كام بنت؟ هي بنت واحدة بس، احلى بنت في الدنيا. انا كنت سخيفة النهاردة. مش فاكر، احنا هننسى كل اللي حصل النهاردة وهنبتدي نفكر في بكرة. بكرة؟ يعني ده اذا كنت فاكرة اهمية بكرة. طبعا فاكرة، وعامله حسابي كمان من اسبوع. من اسبوع؟ يعني انت مش خصمانه؟ اولا محدش يخاصم حد على الاقل في عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا روحي. وهدية كمان؟ طبعا. افتح. يا عشان العيادة. ايوه. مش معقول. حقيقي حلو. بجد عجبتك؟ عشان كل ما تفتحها تسمعك مزيكا وتفتكر دايما ان مفيش في الدنيا غيرك. انت مالكش اي حق في اي اعتراض على اي شيء بيعمله فريد. يا استاذ مراد ده بيتدخل في كل حاجه، بيغير في السيناريوهات بتاعت الاعلانات زي ما هو عايز. وانا موافق، فريد بيشتغل معايا من سنين طويله وعارف شغله كويس. مش حقيقي. مش حقيقي. يعني ايه مش حقيقي؟ هو حاجة من اتنين، يا اما انا مش فاهم فريد وده كلام مقبلوش، يا اما انت مش قادر تقنعه. انا مش قادر اقنعه لانه بيستمد حمايته من حضرتك. حماية فريد الحقيقية هي انضباطه في شغله، ولو انت فاهم شغلك كويس زيه كان ممكن تتفاهم معاه وتقنعه. انا جيت لحضرتك لاني مش قادر اتفاهم معاه. اكبر دليل على فشلك هو انك ما بتضبطش نفسك وبتعلي صوتك قدام رؤسائك، ودي اخر مرة حدي لك انذار. انا اسف يا استاذ مراد، لكن المقابلة انتهت. ابيض ده صوتهم عالي خالص. يا خبر، هل ما تدخلي تشوفي ايه الموضوع؟ الموضوع مش هنا، الموضوع هناك. هل مالكيش انت دعوة؟ يعني ايه ماليش دعوة؟ اكيد هما السبب. انا خايفه حد يضايقك انت. لا ما تخافيش عليها، هلا جدع محدش يقدر يضايقها. هلا هيجي لك وقت دلوقتي يكتب استقالته وهاتها لي حالا. استقالته؟ ايوه انا في اللي بقوله.
من فضلك ورقة. مفيش ورقة وقلم ومفيش استقالة. لما اشوف بقى مين اللي هيستقيل النهاردة. أنا مش فاهمة هي هتعمل إيه بالظبط. وهي رقيقة وما تستحملش. وائل استنى شوية بس، يمكن هلا تقدر تعمل حاجة. منيرة أنت مش فاهمة حاجة. طول ما فريد عوني بتدخل في شغلي مفيش فايدة، مش هيسكت لغاية لما يطيرني. وبالبساطة دي عايز تخليه ينتصر عليك؟ ينتصر عليا؟ ما هي أصلها حرب، وأنا بعترف إني انهزمت. وإذا كان هو موافق على كده يبقى خلاص، هو زيهم بالظبط. لا يا وائل، على فكرة أنت غلطان، هو مش زيهم، بس هما اللي مفهمينه إن هما الكل في الكل. بس ده مش منطق. مش منطق؟ هلا انا عمري ما اسمح لاي انسان يكرمني بالطريقه دي. استاذ مراد انا ما غلطتش، بس اللي انا شايفاه ده ظلم. ظلم طبعا، مجرد تدخل فريد في شغل وائل ده ظلم. وائل من احسن الناس اللي بيكتبوا اعلانات عندنا، لازم نديله فرصه. حقيقة أنا لسه جديدة على المكتب ومعرفش إيه أصل الصراعات دي، بس مفيش شغل ممكن يمشي بالطريقة دي. هلا أنت لسه صغيرة، يمكن الصراعات والخلافات اللي بتتكلمي عنها هي اللي بتخليهم يعرفوا يشتغلوا. أنا أخيرا اكتشفت ده، الناس دول ما يقدروش يشتغلوا من غير مشاكل. متأسفة جدا يا أستاذ مراد، أصول الشغل ألف ب إدارة ما بيقولش كده، بيقول ان المجموعة لازم تكون متفاهمة مش متخانقة. انا هفهمك، انا خطتي في التعامل مع الناس دول انهم يتعاونوا مع بعض، يحبوا بعض، وده مش هيحصل الا لما ينسوا الخلافات الصغيرة اللي بينهم. لازم يكتشفوا ان العمل والشغل تعاضد وتكاتف مش خلافات، والاكتشاف ده لازم يجي من نفسهم هم. استاذ مراد اسمح لي اقول لك، ده نظام غريب جدا. انت دلوقتي اسمك بقى ناجح ولامع في مجال الاعلام، مش محتاج لكل المناورات دي. وليه بتسميها مناورات؟ ليه ما نقولش اسلوب عمل؟ مش يمكن وائل لما يحس ان فريد عوني بيعدل عليه يبتدي يغير، يتحمس، يستفز، يستنفر، فيبتدي يراجع نفسه وبالتالي يراجع شغله، وبعدين يحاول يجود في عمله، يحاول يفكر انه يتحمس عشان يتفوق على فريد عوني. ولو تحمس وكتب استقالته هتعمل ايه؟ ولا حاجة، مش هقبلها طبعا. هاخده في حضني وطبطب عليه شوية لحد ما يهدى، وبعدين كل شيء يمشي زي ما انا عايز. ده نظام غريب قوي. فعلا هو نظام غريب، بس الدنيا هي اللي علمته. ايوه يا استاذ مراد، بس فريد ده عامل حالة رعب بين الموظفين، محدش يقدر يشتغل وهو خايف. انا هنا الحماية. استاذ مراد اسمح لي اقول لك اني مستغربة جدا الجو ده. من حقك تستغربي، وانا نبهتك قبل كده، بس بعد شوية هتتعودي. انا مش ممكن هتعود، انا هقدر اعمل الحاجة يا ما اقدرش، ولو ما قدرتش ممكن انا كمان اقدم استقالتي.